طموحاتنا البطولة. نوصل لأول طوكيو وبعد كده حلها ربنا. مهم يعني نخش بس بص 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 النهائي. احنا كنا لعيبة كورة. اه. احنا كنا مدربين. الأول احنا تربينا على كده. اتربينا احنا نمرة واحد. ندمت ان انت طلعت بالجيل صلاح والنني وحجازي؟ ندمت ان انا سبتهم. ما هو ده سؤالي. اه انت قلت انت طلعت بيهم. اه طلعت بيهم وسبتهم. انا ده كان من سؤالي. بص بص من ضمن حاجات في حياتي ندمت عليها هو الموضوع ده. يعني لو رجع بيك الزمن ما كنتش. لا ما سيبهمش. لا ما تسيبهمش. وكنت العب بيهم فاينل كاس عالم ان شاء الله باذن الله لو انا كنت كملت معاهم. جيل قوي قوي يا مهيب. صدق بالله. لا اله الا الله. لو ارجع بالذاكره كده الواد حجازي لما ابتدى يلعب في الاسماعيلي فريق اول عمل بينالتي مره وترقص مره وجت جول 2-0 من حجازي. وحجازي ده نموذج. بص نموذج لعيب كوره. 10 ايام في المعسكر اخلص تمرين اقول له تعالى يا حجازي. 1 2 3 4 5 قال لي يا كابتن انا اول مره اسمع الكلام ده. صلاح ومحمد ابراهيم. تعرف كنت بلعبهم مين الاثنين؟ تخيل سرد باكين اثنين وهيهاجم عليهم باربعه ويقطعوا. ما ينفعش انك تيجي معاك الكوره تلعب بس والكوره تفقد الكوره ما انت مش موجود مش كده؟ فالحمد لله اشتغلت مش انا لوحدي انا وتامر وهشام يكن والدولي سعفان الصغير اشتغلنا وضيا طبعا ما انساش ضيا كابتن. اه طبعا كابتن ضيا.